ولكن الظروف اللي شويه ما كاين الافلام قليله والمسلسلات قليله وما كيعيطوش عليا وانا ما غاديش نطلب كل واحد نقول له عافاك بغيت نخدم معاك ولا هذا. كنت شاركت في فيلم ديال عمي ديال نسيم العباسي كنت خديت فيه البطوله يعني تبارك الله راه سمعرش دايز مزيان والانسان راه حياته هو الفنان ما كيموتش مازلنا نعرفين فهم بنادم الفنان بحال شي واحد مخدر ما يقدرش يفرق هذاك الحرفه هذاك اللي كنفخ الله بها باش يضحك شويه ديال الناس. وانا كنتظر الا كانت شي حاجه انا موجود ريت انا نوجدو حنا شي حاجه ديالنا ان شاء الله. ما غاديش نشوفوك في رمضان سيطرا؟ لا رمضان ما عيط لي احد ما غاديش نكذب عليك ما عيط لي احد ما كاينش يمكن المستقبل الله الله اللي كيعلم. واش تقدر تقول لنا على هذا السبيكتاكل هذا؟ وانا غير معروض انا كان في تي دونور غادي نمشي ان شاء الله يعني انا يعني كنتوحش الناس ديال بلجيك اكثر ما هما كيتوحشوني لان كل عام كنمشي لبلجيك كل عام كنمشي ندير سهره تما على حسابي والله كان كيوفق الحمد لله بفضل الله. دابا صافي نقدر نقول بلجيك باش نعاود نشوف هذاك الجمهور البلجيكي كنت كنمشي لبلجيكا كنمشي لمونفيرس كنمشي كاع المناطق ديال بلجيكا كنزورها. انا كنت مشيت واحد العام مشيت انا عند مسيري الله يرحمه ومشينا على حساب ثلاث شهور ولينا جالسين عامين كثرت من الناس كيطلبوا فينا كيرهبونا باش نبقاو كنا دوزنا 81 كلها تما حتى 82 عاد دخلت. We'll be right back.